في طلابي جريد 7، بعدنا بتشابتر 10 الكتريك سيركتس. اليوم بدنا نحكي على شغلتين. الشغله الاولى اللي هي representing the electric circuit by a diagram، يعني ما بنيجي نرسم البطاريه مثل ما هي او الدراي سيل، ما بنرسم اللامبه مثل ما هي لمبه، حنعمل لهم رموز symbols. ماشي الحال، حنبلش اول شيء بالدراي سيل. الدراي سيل مثل ما شايفين، مثل ما شايفين شحطة هيك طويلة وشحطة قصيرة. الشحطة الطويلة يعني هي للبوزيتيف، الشحطة القصيرة لمين؟ للنيجاتيف. يعني بس نيجي نرسم دراي سيل نرسمها بهذا الشكل. ماشي الحال، هدول بدنا نحفظهم. في عنا اللامب، اللامب كمان دائرة وبقلبها شو؟ اكس. شايفينها كيف؟ الموتور، الموتور لا دائرة وبقلبها شو؟ ام. وعنا كونكتنج وايرز هيني، وفي عنا كمان الاوبن سويتش مثل ما انتم شايفين كيف اوبن يعني مفتوح السويتش، وفي عنا الكلوز سويتش بهذا الشكل. خلينا ناخذ ابلكيشن. شايفين الابلكيشن عنا هون الكتريك سيركت، فيها لامب، فيها وايرز، الوايرز ما بتغير السيمبل تبعهم، وفي عنا هون الباتري، وفي عنا هون شو كلوز سويتش. كلوز سويتش اللامب مثل ما انتم شايفين دائره بقلبها شو اكس. الباتري قلنا واحده طويله واحده قصيره، واحدة بوزيتيف واحدة نيجاتيف يعني، والكلوز دي سويتش بهذا الشكل. وصلناهم بعد، صار في عندي الكتريك سيركت جديدة. خلينا نروح للفكرة الثانية بالدرس اللي هي كوندكتر اور انسوليتر. موصل كوندكتر، موصل هو جود كوندكتر للالكتريستي، بيوصل كهرباء، وانسوليتر اللي هو العازل اللي ما بيوصل كهرباء. خلينا نشوف. تو لايت لامب، لحتى نضوي لمبة، connect it to dry cell by means of connecting wires. These wires and lamp allow electric current، التيار الكهربائي electric current to pass through، بيمرق بالcircuit. They are good conductors of electricity، هن شو موصلين جيدين لمين؟ للالكتريسيتي. لكان الكوندكترز، شو هن الكوندكترز؟ هن bodies، أجسام، that allow electric current، تيار كهربائي، to pass through them، بخلوا التيار الكهربائي يمرق من خلالهم. أما الانسوليترز اللي هن العوازل، bodies that don't allow electric current to pass through them، ما بخلوا electric current يمرق من خلالهم. خلينا نشوف application. عنا solved application، في عنا electric circuit فيها لام، dry cell وكلوزد سويتش، عشان هيك اللامب شو مالها مضوية. شو عمل؟ عمل ريبليس، وضع محل الكلوز سيرك سويتش، حط محله رابر اللي هو مطاط رابر. طب انا كيف شو صار باللامب؟ شو بعد ضوية؟ خلينا نشوف. لكان عم بيسألنا أول سؤال، وات دو يو أوبزيرف؟ وات دو يو أوبزيرف؟ شو بقول له؟ وين كلوز سويتش إز ريبليسد، حطيناه محل باي إي رابر، ذا لامب دازنت جلو. شو صار باللمبة؟ اللمبة شو صار فيها؟ ما ضوت. طب انا كيف؟ خلينا نشوف السؤال اللي بعده. Does the rubber، هل المطاط permit the passage of electric current، هل بيخلي الالكتريك كرنت تيار كهربائي يمرق من خلاله؟ اكيد شو؟ No، المطاط the rubber doesn't allow the passage of electric current in the electric circuit. طيب is the rubber conductor or insulator؟ شو الرابر؟ كوندكتر ولا انسوليتر؟ اكيد الرابر هو شو؟ عازل. ناو ريبليس الرابر، هذا اللي احنا حطيناه، مش حطينا رابر فوق، بدنا نحط محله ريبليس باي اي كابر. شو يعني كابر؟ اللي هو نحاس، كابر رود قضيب من نحاس، as shown in the figure 3. عم بقول الفرع الاول، وات دو يو اوبزيرف؟ خلينا نشوف السيركت. هي السيركت شايفين هون، حطينا قضيب نحاس، شو صار باللامب؟ glowing ولا لا؟ هات نشوف. when the rubber is replaced by copper the lamp glows. طيب السؤال الثاني، does copper النحاس permit the passage of electric current in the electric circuit، هل صار يمرق يخلي يمرق ال current من البوزيتيف للنيجاتيف، صار يمرق ولا لا؟ اكيد شو؟ yes، copper permits the passage of electric current in the electric circuit. آخر سؤال، is copper a conductor or insulator، هل هو موصل للكهرباء، موصل للإلكتريستي ولا عازل للإلكتريستي؟ النحاس الكبر، كبر is a conductor. يعطيكم العافية.